عائشة عبد الرحمن عيسى سيدي، من مواليد 1964، خريجة معلمين عام، نظام سنتين سنة 1982. أول مدرسة اشتغلت فيها مدرسة عائشة أم المؤمنين سنة 82، معلم من 2003 لعند 2006 تفتيش التربوي، بعدها انتقلت إلى إدارة مدرسة، أول مساعد مدير وبعدين مدير مدرسة من 2009 إلى 2017 مدير مدرسة تعليم الكبار، نظرا للحاجة الماسة للمعلمين في المنطقة باعتبارها منطقة نائية وبعيدة وقلة الكوادر التعليمية، اخترنا مهنة التدريس، مهنة التعليم، خرجنا كمعلمات نظام عام نظام سنتين لسد الحجز في المنطقة، بدينا حجز في المنطقة باعتبارها منطقة بعيدة والكادر التعليمي ناقص، خصوصا الإناث، عنصر النسائي ناقص، وبعد تخرجنا بعد سنتين نظام عام وتلتحقنا بالمدارس الابتدائية كسد الثغرات وسد الحجز في المدارس. كوني مديرة مدرسة تعليم الكبار أهم إنجاز افتخرت فيه طيلة المرحلة اللي طيلة الفترة اللي مريت بها كلها، إدارة مدرسة تعليم الكبار. بالنسبة للمرأة في المجتمع الليبي في بعض المناطق، مش كلها يعني، المرأة بصفة عامة في ليبيا كلها، في بعض المناطق المرأة حقها مهضوم، لأن المجتمع ينظر لها كربة بيت، تقع في البيت تشد صغارها وتلتزم بهم، في بعض المناطق يعني تكون مظلومة. فوق نصيحة لكل بنت ليبية إكمال المشوار، مواصلة التعليم، المطالبة بحقوقهم، والوقوف صفا لصف مع أخوتهم الرجال لإكمال المسيرة للأمام.